الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالفروض ديال الدورة الأولى طبعا من المكون الصرف والتحويل، إذا للقسم الخامس الابتدائي. إذا الدرسان المستهدفان هما الفعل المجرد والفعل المزيد. طبعا نذكر بالقاعدة، الفعل المجرد جميع حروفه أساسية لا يمكن الاستغناء عن حرف منها، فطبعا تكون الحروف كلها أساسية، والمزيد هو مزيد عن حروف بحرفين عن حروف الأساسية بحرفين أو حرفين أو ثلاثة. ثم عدنا الدرس الثاني هو الفعل الصحيح والفعل المعتل. فالفعل الصحيح عدنا طبعا كنا المضاعف والسالم والمهموز، والمعتل هو ما طبعا كان أحد حروفه أو حرفين حروف علة، أحد حروف الأساسية على الأقل حرف علة، والأساسية ليس بها حرف علة. نعم، هنا أملأ الجدول بما يناسب، أملأ الجدول بما يناسب. عندنا هنا الفعل الصحيح، هنا الفعل المعتل. درس، مر، شدة ما ضحكناش، وعت، ملأ، قالت، يبس، سما، يعلم، قل. هنا قل مشكلاش قل. إذن سنكتب الفعل الصحيح هنا، الفعل الصحيح هنا الأفعال المعتلة. نعم، إذن نذكر عندما نريد أن نعرف هل هو فعل طبعا صحيح أم معتل، دائما تنصرفوا حولوا إلى الماضي مع إسناد ضمير هو. نعم، هنا أميز الفعل المجرد والفعل المزيد، أبين حروف الزيادة. إذا هنا نديرو الفعل المجرد، هنا الفعل المزيد، ثم هنا حروف الزيادة بالنسبة للفعل المزيد. تابع، تقاسم، حصل، حمد، استغفر، التحق، يلعب، انقلب، تشجع، عند الشدة تشجع، تميلين، تنشر، تميلين، تنشر. إذا أضع الفعل المجرد هنا والفعل المزيد هنا، طبعا حروف زيادة هنا. نعم، هنا التمرين الثالث، أجعل الأفعال المجردة مزيدة فيما يأتي. أجعل الأفعال المجردة مزيدة فيما يأتي. إذا عندنا الفعل هجر الفتى بلده وشغل في بلدان أخرى وطبعا غرب عن وطنه. إذا هذه الأفعال هي مجردة، سنحولها إلى أفعال مزيدة طبعا، وطبعا الجملة لها معنى. هجر الفتى بلده وشغل في بلدان أخرى، ثم الفعل غرب عن وطنه. إذا بعد ما تجيبون على الأسئلة ستقارنون إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها الآن، وطبعا هناك بعد الفخاخ في التمرين. نعم، بالنسبة لأملأ الجدول بما يناسب، درس فهو فعل صحيح سالم، مر عند مر فهو فعل صحيح مضاعف، ملأ فهو فعل صحيح، قالت إذا هو قال فهو فعل معتل، وعت هو وعى إذا هذا فعل معتل لفيف مفروع، المهم معتل. يبس هذا فعل معتل لأن حرفه الأول حرف علة، وهذا مثال معتل، مثال يبس. ثم سما يسمو، إذا هذا هو فعل معتل ناقص لأن عنده حرف علة. يعلم، رجعوا للماضي الأولى، هو علم إذا فهذا صحيح. ثم قل هذا في الأمر رجع في الماضي، هو قال إذا فهو فعل طبعا معتل، قال. هذا طبعا بالنسبة للتمرين رقم واحد. نمر إلى التمرين رقم اثنان، أميز المجرد الفعل المجرد وفعل المزيد وأبين حروف زيادة. تابع، إذا تابع عنده الألف زيادة، تابع الألف حروف زيادة عندنا الألف. تقاسم، أصلها قسم، إذا التاء والألف هو فعل مزيد عنده التاء والألف. حصل فهذا فعل مجرد، هو حصل. حمد كذلك فهو فعل مجرد. استغفر، أصلها غفر، إذا فهذا فعل مزيد، الألف أو همزة الوصل والسين والتاء. استغفر، إذا همزة الوصل والسين والتاء. التحقت هو مزيد، طبعا همزة الوصل والتاء، التحق أصلها لاحقة. يلعب، هذا مصرف في المضارع، نحول إلى الماضي، هو لعب، ولعب فهذا فعل مجرد. انقلب، أصلها قلب،
أي فده فعل مزيد همزة وصل والنون أصل وقلم. تشجع تشجع شجع، إذن فعل مزيد زد تاء والتضعيف. تميلين تميلين، إذا كان هنا السؤال ذكي تميلين، الرجوع الماضي هو مال، هو مال، إذن فهذا طبعا مجرد تميلين، هي مجرد ليس نحولها الماضي هو مال. ثم هنا تنشر، هي تنشر هو في الماضي، نشر هو نشر هو نشر، إذن فهذا فعل مجرد، هذا فعل طبعا مجرد. نمر إلى التمرين الثالث، أجعل الأفعال مجردة مزيدة فيما يأتي. أجعل الأفعال مجردة مزيدة فيما يأتي. عندنا هاجر الفتى بلده وشغل في بلاد أخرى وغرب عن وطنه. إذا هاجرت لهاجر، هاجر الفتى بلده، هي زن ألف شغل، واشتغل زن الألف همزة وصل والتاء، واشتغل في بلدان أخرى غرب، واغترب، واغترب هو فعل مزيد، واغترب طبعا عن وطنه، واغترب عن وطنه. هاجر الفتى بلده واشتغل في بلدان أخرى واغترب عن وطنه. ترقبوا عما قريب طبعا الإملاء والت...